انطلقت فعاليات منتدى مسك للاعلام بالقاهره، والمؤتمر كان بيناقش التحولات الذكيه في الاعلام، واللي من بينها الاستثمار في البيانات الضخمه، وكمان التركيز على الحلول والاعلام الذكي ورياده اعمال الاعلام. المنتدى كان بيسلط الضوء على التطورات في صناعه الاعلام من خلال 8 جلسات مختلفه بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحافه والاعلام.